بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 61 باراغراف 2 نعم وما كان صفحة 61 باراغراف 2 كذا قالت السي الشبهيك ذكا. وزعم الجاهلون قديما وحديثا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم. جاهلا قديم ولا هذا كمحمد المكان القرآني لدى تلقص معلم ورقسوا. وهذا حق ولا أو سيحقك لدى المعلم ورقسوا، إلا أن المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحي. أما أو معلمك القرآن ورقسوا هم ملائكي وحي. أما أن يكون له معلم آخر من قومه أو من غير قومه فلا. أما أجر أو أنك منزولي أنا وياك معلمك كبير لقومك على غير قومك نعم وما قومي. إنه عليه الصلاة والسلام قد نشأ أميا وعاش أميا. باب نخيان دواري نشأتي قرتو كوربو وزندقيشي حتى آخر هالباب نخيان دواري كر. في أمة أمية لنو أمتك شابك همو هروا نخيان دواري. ولم يعرف فيها أحد يحمل وسام العلم والتعليم. على هيس كسك نناسا ولا نيو أو ومثلا كعلامة بإصلاح مدار علم تعليمي على قال خوي هالقتلة. وهذا واقع يشهد به التاريخ. أما واقعتك كشاهد شاهدي وذا تاريخ ولا مليت فيه شيء يعني. دعاءي فرهنج وتمدن إسلامي هم كتيبة صوت. أما أن يكون له معلم من غير قومه. أما أويك معلميك ببلا غير قومك فإن الباحث لا يستطيع أن يقع في التاريخ على كلمة واحدة تشهد بأنه لقي أحدا من العلماء حدثه عن الدين قبل إعلان نبوته. كسيك جسجو قربي قد ناتواند لنو تاريخ بسر كلميك بكوي كو كلمة شايدي بدا أويك محمد ملاقاتي دنك لعلماء كردبي كالباري دين وقصيفي كردبي فيش أويك النبوة إعلان كردبي. حقيقة إنه رأى في طفولته وحير الراهب حقتنا وي حقتك تولى من دالي دابو حير راهبي دي في سوق بصرى في الشام لبازار بصرى. ولقي في مكة ورقة بن نوفل ورقش يلا مكة دي إثر مجيء الوحي حد بشون هاتني وحي أويك خديجة بردي كأويش دوية جرتك شون دي. ولقي بعد الهجرة علماء من اليهود والنصارى هل وعد هجرة العلماء إلى اليهود والنصارى ملاقات كير. لكن المقطوع به أنه لم يتلقى عن أحد من هؤلاء شيئا من الأحاديث قبل نبوته. برام أويك قطعية أويك لهيجيك على ما نشتكي لأحاديثي لقصي ورنقل في نبوته. أما بعد النبوة أما ذلك غمبراتي فقد كانوا يسألونه مجالدين فيستفيدون منه ويأخذون عنه. دواي أوا ها مجالدين مجالد يعني أنا خوش أنمتو سؤال يعني ليك بحالتك مجالدة وبحالتك بإسلام رقوة بحالتك دجمناتي زور سرسختانة استفادين لفي غمبرك شتين لي ورقر يعني وقتك سؤال يعني كراب وحالتها شتين لي ورقر. ولو كان رسول الله أخذ شيئا أن واحد منهم لما سكت التاريخ عنه. أقل قراب ويا في غمبر صلى الله عليه وسلم شتيك يعني لي ورقر تاريخ قد لسالي ساكن ندبو حتمنا الآن لأن تاريخها نسا لأنه ليس من الهناة الهينات التي يتغاضى عنها الناس. شنك أولو عيب نفسه اشتباه شكولانا نيكا خلقي تشم بوشيربكا لا سيما الذين يقفون للإسلام بالمرصاد بس ذو كسانك لكمين أبو إسلام راوستان اشتيك لابدوزنو. والكلمات التي ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة ابن نوفل كانت بشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام أو اعترافا بها. أو كلمانك تاريخ للراهب الشام ورقي جرتوا ثانيا مجددان في غمبراتي في غمبر بوا يا اعتراف في غمبراتي في غمبر الأخوار بحثي كداستان كي جرتوا كان وقت في غمبر صلى الله عليه وسلم شو بولاي ورقة ويجراوا ورقيش كتي أما همان أو ناموس الرمزاري الله تعالى كده هذا لاي موسى خذ جاي كي وقت زندوب ويا مجا خو ما كت توين دركت جاي في غمبر صلى الله عليه وسلم كتي يعني من درك كان كتي بلا هيك سويني أنا وما قر عزيز درا واغر واقعا او وقت بو جمزور شاك كمكتك. ونقول لهؤلاء الذين يزعمون ان محمدا كان يعلمه بشار ما اسم هذا المعلم
إما أبو كثاني كبيان ويا محمد أبو بشر فيلي كل كيان الله معلم باش تشيبه. وعندئذ نرى الجواب المتهافت المتداعي في حداد رومي. لو اقتدى بينك جواب الساقط كيان أو جوابين كمثلا بيكتري يلين أو يرجو أو يليه الله حداد رومي أصلا قريك الرومي كلمة كاريك ينسبون إليه ذلك أو في نسبة دم ها نظام ولي هذا أصلا قريك الرومي فالصواد كابل الرومي ببحر عربية زاني لأنه شو نتواني وهم بلاغة العربي بكابل. فكيف يستساغ عقلا أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالما متفرغا لدراسة الكتب؟ الله باش شون جائز لنظر عقل وعقل شون ربوالك أو علوم قرآنية أنا لتلف تيوك الصادر بوبك مكة بعنوان عالمك فارغ بوبك دراسة الكتب كتب بوانا يا الناس وقد قد بلكو حداد واصنقرق وتو بل عرفته حدادا بلكو بعنوان واصنقرق ناسيانا منهمكا في مطرقته والسندانه بلكو بو ناسيانك حدادك كتواتا والروش وشوة نيو تشكشو سندانك ايوه سندان زان شيدي نيو سندان لتوقي سرده اصنها ايوه لبن هنا كده لبن اصنه كده عامي الفؤاد ضلك عامي يعني بوا اعجمي اللسان لسان شيء اعجمي بوا لا تعد قراءته ان تكون رطانة بالنسبة للعرب على قراءتي او كابرايا لو زياد تداوزين كردوا رطانة ورطانة وان يبولا بولك لبرخوتو كابرا ليشي معمولا بكثك عجمك يعني غير زبانك بيت زبانك بلد وان يفرت فرتكا تيشي بوا ناكسي او فعلا رطانة فنسبة بعرب هذا وابوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إما ذلك كافران الله هو بشر في ذلك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أو زبانك أوان أو ملحد في أسن بلولاي عجمية يعني الرومية وهذا لسان عربي مبين مرد زبانك عربي أشكرا أخذ شونة أنا زبان أو أبلا ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانا في خصومة محمد الله العرب حريص تريني خلقي بون بودا في كلمة القرآن شون كزور زور توجيه عن بوا كزور زور أهمية عن بوا ذاك بجناتي لقى في غنبر كان صلى الله ولكنهم عجزوا ووجدوا السبل أمامهم مغلقة بالله معجز بون وتمشان كتورقا كان يلا بلا بريانة داخرة وباءت كل محاولاتهم بالفشل وتواوي حول كانيان بشكل مواجب فما للملحدين اليوم وقد مضى 14 قرنا على ذلك الله باش الملحدان يمر باش تشي انا كتوعي وي كتشعر قرن قدرا ويبحثون في قمامات التاريخ لتشن لنيو اشغال دانيا كاني تاريخ قمامي يعني اشغال لنيو دا اشغال دانيا كاني تاريخ قرن ملتمسين سبيلا من تلك السبل الفاشلة نفسها ابوي كبقرن بشون رقاك الو رقاني كخدي خويا فاشل شاتشبقى بوي وهبش بيدين يتوهي استغالب وبهذا يتبين ان القران الكريم لا يوجد له مصدر انساني ابما كاظانك قران مصدرك إنساني بو فيدا نابه لا في نفس صاحبه نخدي خوي يعني خدي أو صاحبك كفي غنبرة صلى الله عليه وسلم قلي إنساني خوي هنابتي ولا عند أحد من البشر نيد بشريك فهو تنزيل الحكيم الحميد ونشأة رسول الله في بيئة أمة جاهلية نشأة قوربوني في غنبرة صلى الله عليه وسلم لنيو بيئو جوي أمتك جاهلية وسيرته بين قومه من أقوى الدلائل على أن الله قد أعده لحمل رسالته سيرك يعني روشو بإصلاح تاريخي زندقي في غنبر صلى الله عليه وسلم لبين قومك لقوي تريني دليل كان لسلوك الله تعالى أخوي أما ذيك دوبو أو ذيك رسالة كيف تسفره وأوحى إليه بهذا القرآن هداية لأمتي وويك وحد كافي أم قرآن بهداية أمتك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إما هو وحي من كدوبتو روحك لأمر خوما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا تظن كتاب إيمان شيء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إما قرار ما دب نورك هداية فيها تكفت لعبدك من فيما خرج وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهداية لبرير راس صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض جي الله كحمو أثمان زمين بؤون أو تهدايا ألا إلى الله تصير الأمور قرانا ويأمر كان حمو يقول يا الله يقول الأستاذ محمد عبده في رسالة التوحيد من السنن المعروفة أن يتيما فقيرا أميا مثله تنتبع نفسه بما تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته للسنة معروفة كان منظور السنن التاريخي الاجتماعي الإلهية أولك يتيمك فقير بنخين دوار وفي غمبر صلى الله عليه وسلم أولك خور ويشتي نفسي في أقريه هل أولا بيسلابة تبعو تبعاتي نفسي أو
أويك أي بيند لأول نشأتك هتاكو زمانك هولتك فهماني كوربونك يعني لو ما واش شون بو شخصية لو ما واش كلاقرين ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه ولد وتاسي ورقري عقل شيء بويك أي بيستير لو كثانيك مخالطه في قلاتي لقليان حياة لا سيما إن كان من ذوي قرابتي بس بوانيك خزمي بن وآري عصابتي وقلب قبيلي بن ولا كتاب يرشده أجا هيز كتابك نبي إرشادك ولا أستاذ ينبهه هيز أستاذك نبيك أجا ذلك ولا عضد إذا عزم يؤيده هيز باسكك قدرتك نبيك أجا أم تصميمك قد تأيدك فلو جرى الأمر فيه على جار السنني لنشأ على عقائد أجا قرار بوايا أمر بفي أو جاربوني سنة عن بوايا أو وقت لسر عقائدي أو عن قورده وكواني ليات وتبرسته وبلام أما الله تعالى أما ذلك فذكر واشتكي لك ما وراي أميك جاهلان سكري لك نوا وكو بشرك وكو كسيك كسيك فيك ما وراي ويا وأخذ بمذاهبهم أقل وابوايا ونشتيا وبقتيا هل مذهب يوان يكر إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ويكون للفكر والنظر مجال تا ويك مبلغ رجال فيدا ببيتو كسيك لنيو الرجال لا تبليغ بكات وفكر والنظر مجالك فيدا بكات فيرجع إلى مخالفتهم أو جار بينت بقرته وبرولاي مخالفة أوان إذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم أقر دليلك فإذاك لصر خلاف ضلالتك كما فعل القليل ممن كانوا على عهده وكو كثانك كم لعهد أوان كذيانا يعني مبلغك رجالي بو أبو بعض كثانك أويش أقر واقعا هروا عادي شو تفيشت معمولا سنن تاريخي أويك أقر كثانك ديبت كبقاياك لتوحيد كالسردم ما أبو بيبستن بينت أو مبلغة لأنه رجالك في ذهبا شخصية كيبو بكات أيش قبول بكات جاو ذاكر نظرك مجال في ذهبك مخالفة بكات ولا قمراهي أوان بقرته وكو كم كذل زماني في غنبرة كريان وكو ورقة وكو زيد إمامي عمر أو كسانا يعني أو فرقية وندية لأن لو زياترنية سنة تاريخي فقط أوندية أقل يوم بلين هيس كشتري كلا ميدانا نبوه بلام لميدانا أبوه ولكن الأمر لم يدري على سنني بلام أمرك هلا وجالي لسا سنة كان نبوه بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره بلكو وثنية بوتفرسي لمبدأ عمرك ولا لا أو مبغوض بوه شكا الله تعالى يسجد يا مالك أبو إسالتك فعاجلته طهارة العقيدة يعني زور بعجلة بويشوا بإسلام وآمالي كردوا طهارة باكي عقيدة كما بادره حسن الخليقة هلوكو حسن أخلاق بفلبلا ولا يشوا وتيا بإسلام شكلي كردوا وما جاء في الكتاب من قوله ووجدك ضال فهدا أو إكا الكتابة هيكا ظاهرك يواجهينك الله تعالى تويب قمراء في ذاك الهداية داي منزور قمراني أويك في أشتغوت فرزبوبين لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد أو فهم يويل ناكرك في غنبال بوتبرستيب وفي أشتغوك إذا أبيبال أولاي التوحيد أو على غير السبيل القريم يبغي لسر غير أو سيس رقاب هاي داربو قبل الخلق العظيم كيش أو أخلاق عظيمك في ذاك حاشا لك إن ذلك لهو الإفك المبين براسي وإفك بهتانك مبينة وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص بلكو أما حيرانيك حالتك حيران كإنسان نظر نتيبك كإلمامك ودية تصر قلبي أهل الإخلاص مثلا توزك لأمينيته وكشون أواني ديك حالك فيما يرجون للناس من الخلاص رجاء أميدي أنا ويك خوكي خلاص به بلام نظر نتون خلاص يعني كان كونني وحيراني الله تعالى آويك غنبرتي يعني بحالتي حيرانيك ما بو أو خلقتشون حالك كوبتان هزمين أعلوا إلى الهدى فظواني كبلين قمراه بالفرزوة وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين وهروها طلب السبيل وهروها طلب كذني الرقاء بولاي أوشتيك هداية بون بولاي لنجاداني هالكين يعني كغنبران هداية بون بولاي بويك الله تعالى في أي كذن شون هالكين إنقاذك النجادة وإرشاد الضالين شون قمراهان إرشادك وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه تتلمسه به والله تعالى نبيك هداية دابولاي أويك بصيرتكي بإسلام لمسي كردو يعني برو دواء بويا قران لمسي كردو باصطفائه لرسالتي بوشون هداية إلى الله تعالى بويك هل يبجار برسالتكي أخوي واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته وهل يبجار لبين مخلوقات بويك شريعتكي أخوي تقريرك شريعتكي أخوي بوسيلة أو تقريرك لأنه خلطها ديقريك متاهات المتكلمين يعني اصلاح او سرلي شيوانو قمراهيو
أوانيك متكلمين كوتونة يعني. وقد خاض المتكلمون في بيان كلام الله على نهج الفلاسفة متكلم كان ببيان كلام الله تعالى لسر رويش فلاسفة رشنة بيجة فأوقع الناس في متاهات أضلتهم عن سواء السبيل وخلقيا واقع كردو بقصاني خيان لنيو براهو بمراهي ها فأوقع الناس في متاهات أضلتهم عن سواء السبيل با يعني خلقيا خصوصا نيو بمراهي هايك وفلشيواي هايك وحيران هايك أواني قمراه كردو خياني قمراه كردو لرقيرات خلقي جامالي كردو حيث قسموا كلام الله تعالى إلى قسمين بجولك كلام الله تقسيم كده بدو نفسي قديم قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة نفسيك يعني كلام الله تعالى كنفسي بخويتي قديمة لا ولا وبوا وقائم بذاتك يتي صفتي الله تعالى حرف نية صوت نية ترتيب نية أولا دان بالزمان بصدقي هي لغتي نية وقبلين أو لغة إنسانة كان أميك وكلام لفظي هو المنزل على الأنبياء عليه السلام كلامك اللفظي قال الله تعالى نعوذ بالله خلق كردوه ونادي السلطة غمبركاني ومنه الكتب الأربعة أو كتبانا لون يعني زبور توراة إنجيل القرآن وأغرق علماء الكلام في خلافاتهم الكلامية المبتدعة الله علماء الكلام غرق بون لنو خلاف اختلاف الكلام كان يعني كمبتدعا الله انت اي يكون القرآن بهذا المعنى الثاني مخلوقا أم لا جاب معنى دوما قبل كلامك اللفظية آية مخلوقة يا أنا شنك أعوابه كلامي شونة بيشي كوتونة نيوشف هنا تاكو بلولاي وروش شنك بعضي كانوا كجامي بلن مخلوق ناخب اوان نالا القرآن مخلوقا اوان بإصلاح او تقسيم بنيانا بعضي كان تا حديك دنا او تقسيم بنينا كان اما جهمية فقط وادغا ورجحوا ان يكون مخلوقا فنا اشعري كان دلن بإصلاح وقتك الله تعالى كلامي النفسي كي ويستوى بإنسان إلقاكا آلو بينا بوئك إنسانك حالي بيت هاتون ليك والينته لحالك يا مالين يا مكان من بوليك والينته لأنه كيف يتكي خدا أزانه هاتون ورديان كذوتو الله لو وقتا هاتو جواركي لك كردوا وبإصلاح آلتك بوغياندني وكلامي خوي بجوي إنسانك مخلوق خلق كردوا بوئك إنسان بتوان لي حالي بيت يعني آوا وردي كردوت أو قسمتي فقط الله دنا نوك جهمية كبي وابه الله تعالى بوخوي هلا كلامك نفسي جداي هي وكلامك شي مخلوق هي وكأوانين زوريان فرقا هو يكبلد مثلا هالوق يقوان بإنصاف واقع وخرجوا بذلك عن منهج السلف الصالح أعب مخارج من منهج السلف الصالح فيما لم يرد به كتاب ولا سنة لا شايك أم كلامي أنا كأيضا كحيث نكثر نسنة وارنية فيه وتناولوا صفات الله بالتحليل الفلسفي الذي يؤدي إلى التشكيك في عقيدة التوحيد. وهاتون صفات الله تعالى بإسلام شون بولاي صفات الله تعالى شون روش شون صفات الله تعالى بالتحليل الفلسفي خويا كإنسان كيشي بولاي أويك شكوار كويتا شكوى لعقيدة التوحيد. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. مذهب أهل السنة والجماعة أويك ثابتك نوي الله تعالى ثابت كذب نفسي خويا الأسماء والصفات. أو أثبته رسوله فيما صح عنه يا ويكا في غنبر صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كان يخوي صعبتي كذب الله تعالى وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة من صفاته تعالى هل بوتو كافيك إيمان بوضعني ككلام صفتك الأسفاد كان الله تعالى فالمخلوق نية قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما وأن القرآن الكريم وهو الوحي المنزل على محمد كلام الله غير مخلوق أو القرآن الكريم كوحي منزلا لسر في غمرة صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى وغير مخلوق قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أقدان إلى مشركان داوي فنان دي جيراني لتوكر ذات حالي بيت فنائب لتعالى كلام الله جورا بقية وإثبات هذا ونحوه مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله إثبات آمو يعني كلام و شتيك وكو أما يعني صفة كان يديك اللواني الله تعالى خوي في وصف كردوا يا في غنبركي أبي في وصف كردوا وإن كان يوصف به العباد أقر تي جاروا هيا إنسانش في وصف كريا مثلا دلان الله تعالى كلامي هيا إنسان كلامي هيا فإنه لا ينافي كمال تنزيهه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده أما منافاته نية لقل كمال منزهبوني الله تعالى لو شتيك لا يغني به لو نقصان عبدكاني يعني كسيك بيت بلد دي خب إنسان محتاج ابويا كلامي هي دي قروايا الله تعالى كلامي بمحتاج نعم
أو هيش منافاتينيا إما غين أو كلامك أمش كلامك أو لا يغب خوي كمنزهة بعيسي محتاج بني نابي ولي أما إنسان كلامك كناقصة وبعيسي محتاج بني ولا يقتضي مماثلته بهم لهم واقتضاء وناك كهم الله تعالى تشبيه كيمبا أما إذ أن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في المسميات شنك أويك لا اسم شريك بين اشتراكيا بمشترك بين أو اقتضاء وناك كلمسميات بمشترك بين يعني بلين بإصلاح إنسان كلامي هي الله تعالى كلامي هي فزقر ويا كلامكش مسمي كلامكش يعني كلام شتك اسم وانيا اسم بو أو كلامه يعني مسمي كلامك خذي كلامك بلين أجر ويا شنك أو دوانا فيك يقدر نشتيان هي لني ودايك فزقر ويا كن يا بلين الله تعالى كريمة إنسان يجر ويا كريمة بلين فزقر ويا لمسمكش أيك ناخو ناقي يعني فشتان بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات والأفعال شان يقدر بين خالق ومخلوق لذات الصفات والأفعال فذاته تعالى أكمل ذات الله تعالى كامل ترينا وصفاته أسماء بلن ترينا وأفعاله أتم وأعلى تواترين برسترين وإذا كان الكلام صفة كلام كمال للمخلوق أجا قرار كما كلام صفة كمال ببو مخلوق يعني أجا كسي كلامي ببو وبتوان جوان قصب كعلا ما شاء الله كامل لو فكردنا فكيف ينتفي هذا عن الخالق بس شو نكر للخالق المنتفي فيه بل كهيو بمطلق كمالش ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله وعلماء التابعين وأئمة الحديث تنيا أبو يما جائزة كبو أصحاب فيغنبر جائز بو علماء التابعين بو أئمة الحديث والفقه في العصور المشهود لها بالخير لو عصراني كشعادة لسر خير كي دراوة كعصي أول دوا مسلم بو قبل ظهور بدعة المتكلمين كشويك بالعي متكلم كان ظاهر بأشكرابه من الإيمان بما جاء عن الله أو أخيري وانتبوك أو مشهود لهم بالخير أو إيمان ينبو بوي الله تعالى لترب الله تعالى وهاتوا أو صح عن رسوله في يا صحيح على فيغنبرك صلى الله عليه وسلم في صفاته تعالى وأفعاله إثباتا ونفيا لما أريد أفعل صفات الله تعالى جاءتنا نظر إثباتي وشنا نظر نفيهم بعض الصفات وأسماء أفعال هنا إثباتين وكو خلق ورسق وأنا بعض نفين وكو الظلم يعني الله تعالى ظلمناك من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ببيع كتعطيل كين كفرقية زور قمراه أي كان يا تشبيه كين كممثلة يا بإسلام مجسمة وانا كان يا تمثيل كين يعني بين البلين وكو إنسان ويا يا تأويل كين وكو مثلا أشعر يكاني كان وليس لنا أن نحكم رأينا في كنه ذات الله يما بمان نيكا بين رأي خمان حكم بدين لأصل ذات الله تعالى أو كيفية صفاته يا حتى لكيفية صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.